أيها الشعب التونسي، كلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق، نعم تغيير عميق وشامل. وأنا فهمتكم، نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمتكم وفهمت الكل. لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا، والتخريب مش من عادات التونسي، التونسي المتحذر، التونسي المتسامح. العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا، ولابد أن يتوقف التيار، يتوقف بتكاتف الجهود الجميع، أحزاب سياسية، منظمات وطنية، مجتمع مدني، مثقفين ومواطنين، اليد في اليد من أجل بلادنا، اليد في اليد من أجل أمان كل أولادنا. سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي تفعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم. حزني وألمي كبيران، لأني مضيت أكثر من 50 سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع، من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة، و 23 سنة على رأس الدولة، وكل يوم من حياتي عنفا، كفى عنفا. وأعطيت تعليمات كذلك لوزير الداخلية وكررت، واليوم نأكد، يزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من اللجنة المستقلة، أكرر، اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كل الأطراف، كل الأطراف بدون استثناء، بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. ونستنى من كل تونسي اللي سندنا واللي ما سندناش باش يدعم الجهود، جهود التهدية والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد. فالإصلاح لازم الهدوء، والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاز على أوضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها، ولكن ما زال أمامنا مجهود كبير، مجهود كبير لتدارك النقاص. ولازم نعطي أنفسنا جميعا الفرصة والوقت بس تجسم كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها. وزيادة على هذا، كلفت الحكومة، اتصلت بالسيد الوزير الأول باش نقوم بتخفيض في أسعار المواد والمرافق الأساسية، السكر، الحليب، الخبز إلى غير ذلك. أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم، أي نعم قلت لكم أنا فهمت وقررت. الحرية الكاد بكل وسائله، وعدم غلق مواقع الانترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام أخلاقياته عليها منذ يومين، ننظر في ظواهر الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين، باش تكون هذه اللجنة مستقلة، نعم باش تكون مستقلة، ونحرص على نزاهتها وإنصافها. والمجال مفتوح من اليوم في ذلك التظاهر السلمي، التظاهر السلمي المؤطر والمنظم، التظاهر الحضاري. فلا بأس حزب أو منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلمية يتفضل، لكن يعلم بها سلمي. نحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيتها، بكل صراحة كما حبيتها تكون، وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات. وغلطوني أحيانا، أنا منشبش منشزرق على كامل جبران طلب الحرية، غلطوني أحيانا بحجم الحقائق، وسيحسبون، نعم سيحسبون. ولذا أجدد لكم وبكل وضوح، راني باش نعمل على دعم الديمقراطية، على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية، نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. وسأعمل على صون الدستور،
دستور البلاد واحترامه. نحب نكرر هنا وخلافا لما ادعاه البعض أني تعهدت يوم 7 نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. ولذلك فإني أجدد شكري لكل من ناشدني للترشح لسنة 2014، ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية. أننا نريد بلوغ سنة 2014 في إطار وفاق مدني فعلي وجو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات. تونس بلادنا الكل، بلاد كل التوانسة، تونس نحبوها وكل شعبها يحبها ويلزم نصونوها، فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأيادي الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة، المسيرة التي انطلقت منذ الاستقلال والتي وصلناها منذ سنة 1987. ولهذا سنكون لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها مصداقية لدى كل الأطراف السياسية والاجتماعية للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات إلى غير ذلك، وتقترح اللجنة التصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014، مما في ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية. تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا، ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا، وكل واحد منا مسؤول من موقعه إعادة أمنها واستقرارها وترميم جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل. عاشت تونس، عاش شعبها، عاشت الجمهورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.